كل من يطلب العزة يداو والبنات بحيلتك رح ما تساو ايش من خير الرجال بالنصر قادم كلنا من أجل عرسك يا بلادي كلنا من أجل عرسك يا بلادي. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوة المشاهدين، عيد مبارك وكل عام وأنتم والوطن بألف خير وصحة وعافية، وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا العيدية من برنامج عيد المقاتل، والذي نذهب فيه وإياكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا لهذه الليلة إلى تفقد وزيارة أبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة العزة والكرامة وهنا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، لننقل لكم حياتهم العيدية والتي يعيشونها ويقضونها هنا وهم يدافعون عن الدين والوطن والثورة والمكتسبات الوطنية ضد فلول وأزلام ميليشيا التمرد والانقلاب الإرهابية. نواصل زيارتنا الميدانية والاستطلاعية والعيدية أعزائي المشاهدين في برنامج عيد المقاتل، والذي ننقل لكم من خلاله هذه الأجواء، أجواء العيد، أجواء العزة والكرامة، أجواء الانتصار الذي يسطره أبطال الجيش الوطني بدمائهم وأرواحهم الطاهرة وهم يذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ضد فلول وأزلام ميليشيا التمرد والانقلاب الإرهابية هنا في ميادين العزة والكرامة في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. نتعرف وإياكم أعزائي المشاهدين عن هذه الأجواء العيدية والانتصارات والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني من خلال عمليات جبهة الكسارة. العميد عبد الذيباني إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله الطاهر الأمين. في البداية نرحب بكم
إلى جبهة الكسارة، حيث يوجد الأبطال المجاهدون في الخطوط الأمامية، وكما تشاهدون صمودهم الأسطوري أمام هذه العصابة. آخر هجمة لهم كانت أمس الليل، استماتوا فيها، والآن جثثهم في الدشوش ومدربة، وكمان يعني حاولوا يسحبوا الجرحى وتم حصارهم، ولليوم الصباح ما إن شاء الله إنهم ما خرجوهم. وأنتم اليوم تدافعون ليس عن اليمن أو عن محافظة مأرب، بل تدافعون عن الدين والوطن والأمة العربية والإسلامية ضد المشروع الفارسي الإيراني المتمثل بذرعه هنا في اليمن من خلال ميليشيا التمرد والانقلاب الإرهابية. رسالتكم العيدية التي تبعثونها من هنا من ميادين العزة والكرامة للقيادة السياسية والعسكرية وكذا لأبناء الشعب اليمني؟ رسالتنا إلى القيادة السياسية والشعب اليمني إن إحنا هنا صامدون، وسوف نقاتل حتى يتم دحر هذا العصابة وتطهير اليمن من هذا الرجس الوسخ الذي أتانا، وسوف ندافع عن ديننا ووطننا وكرامتنا. فعلا يعني هذا العصابة مدعومة من الفرس الإيران، ولكن إن شاء الله إنهم إلى زوال. وكما تشاهدون معنويات الأبطال يعني مرتفعة جدا جدا جدا، والحمد لله. واجبنا الديني والوطني يعني فرض علينا أن نقف في متارسنا وفي خطوطنا الأمامية حتى ندحر هذا العصابة ويطهر اليمن، وإن شاء الله الأعياد الجاية تكون أعياد يعني بدحر العصابة هذه، وإن شاء الله أنه يعني إن لا زوالهم لا زوال. رسالة المرابطين في جميع الجبهات أن يثبتوا ويرابطوا ولا يتركوا أماكنهم، يعني والعدو ضعيف من خلال هجماته أمس الليل يعني في جبهة الكسارة وجبهة المشجح، يعني كان أضعف من ما تتصور. I'm
حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج عيد المقاتل، والذي من خلاله ننقل لكم الأجواء العيدية التي يعيشها ويقضيها أبطال الجيش الوطني هنا في ميادين العزة والكرامة في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. في هذه الأثناء نلتقي المقدم رشاد المخلافي مدير الصحافة العسكرية في دائرة التوجيه المعنوي، والذي سيطلعنا وإياكم عن المعنويات العالية التي يتحلى بها أبطال الجيش الوطني، وكذا حياة المقاتلين التي يقضونها خلال أيام عيد الفطر المبارك. إليك أولا شكرا جزيلا في هذه الجبهة وفي مواقع الشرف والبطولة. طبعا كما لمستم وكما تلاحظون المعنويات العالية التي يتحلى بها أبطال الجيش الوطني بعد الانتصارات العظيمة التي حققوها خلال 3 أشهر من أشد أشرس المعارك التي حاولت الميليشيا أن تزج بكل قواتها وقطعانها ومعداتها وآلياتها إلى جبهات وبالتحديد جبهة الكسارة والمشيح، لكنها منيت بهزائم كبيرة وخسائر فادحة على المستوى العنصر البشري وعلى المستوى طبعا أبطال القوات المسلحة، أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم يتحلون بروح معنوية قتالية عالية يعني تناطح السحاب. استطاعوا أن يكسروا أكبر مشروع في المنطقة هو المشروع الفارسي. يجب أن نضع النقاط على الحروف، نحن أمام مشروع فارسي بحت. طبعا كانت معركة مأرب بالنسبة لطهران هي معركة استراتيجية على أساس الخوض فيما بعد، تستطيع أن ستتمكن من زعزعة أمن الجزيرة والخليج العربي، المملكة العربية السعودية تحديدا، لكن هيهات كان أبطال الجيش الوطني على درجة عالية من اليقظة، استطاعوا خلال 3 أشهر الماضية تنفيذ استراتيجية الاستنزاف الشامل. نفذوا من خلاله عمليات تكتيكات عسكرية بمهارة واحترافية عالية، من ضمنها عملية الاحتواء، عملية الاستدراج، الكمائن، الكماشات، الالتفافات، الهجوم التكتيكي المباغت. أستطيع أن أقول لك خلال 3 أشهر فقدت الميليشيا ما يقارب إذا يعني الآلاف من قتلها. طبعا ما تم رصده من خلال وسائل إعلام ميليشيا الحوثي من خلال تشييعها لجثث قتلاها هو يتجاوز 3500، لكني أقول لك من أرض الميدان ومن أرض الواقع قتل الميليشيات خلال من فبراير وحتى اليوم تجاوز 10,000 قتيل، هناك آلاف الجرحى، هناك أيضا مئات الأسرى. طبعا فقدت خلال المعارك 3 أشهر الماضية وحتى اليوم معظم كتائبها وألويتها العسكرية المدربة بشكل كبير. اليوم أستطيع أن أقول لك أن الجيش الوطني استطاع أن يقضي على قوى الميليشيات الهجومية وقوى الميليشيات في المناورة. فشلت كل تخطيطات الحرس الثوري الإيراني على جبهات مأرب وانكسروا بشكل كبير على المستوى العسكري المباشر، على المستوى التكتيكي، على المستوى الاستخباراتي، على المستوى بشكل كبير. اليوم إعلاميا الميليشيا تستند إلى ضخ إشاعات على مدار الساعة، حتى اسمح لي هنا أن أوجه رسالتي من هذه المواقع المقدسة التي اليوم تصنع الجمهورية وتصنع اليمن الاتحادي الجديد، يمن الحرية، يمن الكرامة. الميليشيات تعيش أنفاسها الأخيرة، وسترون خلال الأيام وخلال الأسابيع القادمة تغير كبير في عملية في المعركة. يعني اليوم ميزان القوى لصالح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
والخير يا نبع الندى يا مجدنا المخلدا يا وطنا معززا مكرما ممجدا حصنا لا يرتقى ممنعا مشيدا حصنا لا يرتقى ممنعا مشيدا نحن الفداء نحن الفداء أرواحنا لمن لأمنا اليمن دماؤنا لمن لأمنا اليمن لأمنا العزيزة الكريمة اليمن لأمنا العزيزة الكريمة اليمن أرضا وشعبا ودا وغاية ومقصدا وماضيا وحاضرا وخابرا ومبتدا وغاية إلى غد يبارك الله غدا غاية إلى غد يبارك الله غدا نحن الفداء نحن الفداء. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامجكم العيدي عيد المقاتل ضمن هذه التغطية والزيارة الميدانية والعيدية التي نقوم بها لننقل لكم الأجواء العيدية والانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش الوطني هنا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. نلتقي في هذه الأثناء مشاهدينا الأعزاء ركن توجيه جبهة الكسارة العقيد مراد العبادي. بداية العقيد مراد العبادي، صف لنا الأجواء العيدية التي تعيشونها برفقة أبطال الجيش الوطني هنا في ميادين العزة والكرامة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم بمجيئكم إلى هذا المكان. أما وصف هذه اللحظات العيدية في هذا المكان شعور لا يوصف. صحيح أن الواحد يشتاق إلى أهله إلى بلده إلى المكان المألوف، لكن هناك ما هو أغلى، الوطن أغلى من الأخ، أغلى من الإبن، أغلى من الزوجة، أغلى من كل شيء. ولذلك فضل المرابطون كلهم في جبهة الكسارة وفي غيرها من الجبهات أن يظلوا مرابطين في الجبهات، أن يظلوا متماسكون في هذه الجبهات كامل. فهم كما زرتموهم أنتم في المتارس وكأنهم يعيشون بين أهلهم، وكأنهم يعني ليس في مكان غير مألوف، فقد ألفوا المتارس وألفتهم، ألفوا الجبهات وألفتهم، فبيته فحارتهم هي موقعهم وبيته هو مدرسة. هذا كان أجواء العيد عندنا هكذا، وهذا هو شعارنا أعيادنا جبهاتنا. رسالتك العيدية لبقية إخوانك وزملائك المرابطين في مختلف جبهات وميادين القتال. نحن نقول لجميع الإخوة المرابطين، الضباط، الصف ضباط، الجنود، المقاومة الشعبية، نهنيكم بمناسبة هذا العيد المبارك، ونقول لكم إن النصر قاب قوسين أو أدنى، وإن الحوثيون الإنقلابيون أوهى من بيت العنكبوت، إن جثثهم عفنت فيها جميع الشعاب والصحاري، هم يدفعون بفلذات أكباد الناس تغريرا، يقولون تعالوا امسكوا نقاط أمنية، تعالوا امسكوا وحدات عسكرية تأمين، امسكوا مرور، كما بعض الأسرى الذي كلمونا نزلوا بعضهم بثيابة مدنية. ما الذي جاء بك؟ قال أنا حشروا أو حشدون على أننا نمسك مرور في مأرب، وهذا يقول جئت حماية لمنشآت نفط صافر، وهذا يقول جئت حماية على البنك المركزي. حقيقة هم أوعدوا أنهم سيصلون مأرب، لكنهم وصلوها أسرى، وصلوها جثثا هامدة. لا ننسى في الأخير أن نوضح للمشرفين الحوثيين في الشوارع وفي الحارات وفي المناطق أن هؤلاء يتاجرون بفلذات أكباد اليمن. من أجل من؟ من أجل أن يكونوا عبيدا. أنت تحشد من القرية والعزلة 10 والـ20 والـ50 من أجل ماذا؟
من أجل تصبح عبدا لرجل يريد أن يتأله عليك ويكون هو السيد؟ هذه والله جريمة. ثانيا، نحن نعرف أن أكثر الناس يعودون من منتصف الطريق، أنتم تأخذونه مجبرين أصلا، الحوثي يأخذ مقاتليه جبرا ولذلك تساقطون في الطريق، يعودون من الطريق. أعرف واحد كان قيمته قطمة رز أبو بنت، رغم أنه كان مشرف ويجعل من نفسه عظمة، وعاد من محافظة زمان. نسلى عليهم يا دياب الضراري، ندعش جحافلهم نذكر معابل، فلا عصيك تشر ميت في حضاري، لا عد تحاول يا القبيل تحاول، مليت من صبري وقال انتظاري، والشوق تزل بين صوت الجرامل. يا محل القسوة المحلى المساني، وسط الليالي السود والحار بشاعر، تسري أسود الله بين الغداري، كم من رجل مقدام شاجع مقاتل. غلا لأهل الحكم وأهل القراري، قرار غير الحسم يا دوم فشل، يا معوه العسم بحال انكساري، عن أرضنا والعرض نهد التنازل، جهدمت وصل بليل ونهاري، محلى المساني، وسط الليالي السود والحار بشاعر، تسري أسود الله بين الغداري، كم من رجل مقدام شاجع مقاتل. ماذا صنع جابي الحسم جاري، جاري بتدخل هالرجال البواسل، والله ما ترجع ولا ترك مساري، ما دام ون العز ماله مقابل، كم هذا شامل في الجبال والصحاري، يا الله تنصرنا على كل باطل. يا محل القسوة محلى المساني، وسط الليالي السود والحار بشاعر. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامجكم العيدي عيد المقاتل، ضمن هذه الجولة والزيارة الميدانية والعيدية التي ننقل لكم من خلالها الأجواء العيدية هنا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. نلتقي في هذه الأثناء وكيل محافظة صعدة الشيخ علي الحماطي. بداية، وكيل محافظة صعدة، من خلال هذه الجولة الميدانية والزيارة العيدية التي قمتم بها إلى مواقع العزة والكرامة هنا في جبهة الكسارة، كيف وجدتم أبطال الجيش الوطني الذين يذودون اليوم عن الدين والوطن والعزة والكرامة ضد فلول وأزلام ميليشيا الحوثي الإرهابية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أولا، حقيقة يعني عندما زرنا الأبطال في هذه الجبهات المباركة وجدنا جبالا فوق الجبال، معنويات تناطح السحاب، وجدنا رجالا، فحمدنا الله عز وجل وعلمنا أن الجمهورية في أمان، وأن الثورة التي ضحى أجدادنا من أجلها بإذن الله عز وجل لا خطر عليها ما دام هؤلاء الأبطال موجودين ومرابطين في هذه الجبهات. رسالتكم العيدية للقيادة السياسية والعسكرية وكذا لبقية أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات وميادين العزة والكرامة؟ رسالتنا لقيادتنا السياسية والعسكرية، نقول لهم معكم رجال ليسوا موجودين، معكم رجال ليسوا موجودين في العالم كله، يقاتلون بدون رواتب، بدون أي شيء مشجع، ولكنهم ثابتون، فيكفينا هؤلاء الرجال، وإن قلت ما في اليد يعني من الأموال وغيرها، عندنا رجال وهم الأصل وهم الذين سيأتون بكل شيء. فرسالتنا إليهم أن اهتموا بهم وابذلوا جهدكم ولا تتنازلوا للميليشيات ولا لغيرها، فمعكم رجال سيحققون أهدافكم بإذن الله عز وجل، ويستعيدون الجمهورية ويستعيدون الأرض، وسينتصرون للعرض المهتوك وللمال المنهوب وللسلطة المغصوبة بإذن الله عز وجل. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يا محل القسوة محلى المساني، وسط الليالي السود والحار بشاعر، تسري اسود الله بين الغداري، كم من رجل مقدام شاجع مقاتل. جهد ليوم الحزم وين ضواري، ورتب الابطال شاكر ضواري.
الخلي واعلن عليهم يا العدد تحت شمل يوم احد القزوة محلى المساني وسط الليالي السود والحرب بشاعل تسري اسود الله فينا الغداري أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم العيدي عيد المقاتل، والذي كنا فيه وإياكم في جولة وزيارة ميدانية واستطلاعية نقلنا لكم من خلالها الأجواء العيدية التي يعيشها ويقضيها أبطال الجيش الوطني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، حتى الملتقى في حلقة جديدة ومن جبهة جديدة. نترككم في رعاية الله وحفظه. يا رجال من يطلب العزة يداوم والبنادق حيلة الرحمة تساوم ايش من خير الرجال بالنصر قادم كلنا من أجل عزك يا بلادي.